ياك طلقين عباد الله محرش كل من الكلاب في الاعلام. بالنسبه لي كلاب الاعلام من المسلسلات والافلام والدراما وبعض البرامج. ياك طلقين عليهم واحد المسلسل ديال الشيخه ياك نعمس. حنا المغاربه ملي المراه فضلا عن الرجل، المراه ملي كتسمع كلمه الشيخه لحمها تيشوك، هي كتسمع لحمها تيشوك. وهما باغين عباد الله ان تطبع مع هذا المنكر، حيت كنجيبوا الخبار واخا ما تنتفرجوش، لكن انت خصنا نجيبوا الخبار. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ولم ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فكيبينوا على اعتبار انها بنتها وكيضايقوها الوليدات والتنمر وامك شيخه وكذا، لكن البنت تبتات قفات نعم سيدي وقرات كتفتخر باللي راه امها شيخه ياك نعمس. كيقول لك لا راه هذا هو الواقع، هذا الواقع اللي كتعيش فيه انت. إلا قالنا هذا الواقع، قولي الواقع اللي كتعيش فيه أنت. دربكم في شي شيخة، وأنت دربكم في شي شيخة، أنت دربكم في شي شيخة، هاد ثلاثة دروبة بعدا ما فيهم الشيخة، فين الواقع اللي كتهضر عليه أنت؟ ولكن غنجيو نقلبوا نلقاو دربكم في واحد المرة شيبانية تتقرا القرآن، ونلقاو دربكم في واحد العدد ديال العائلات الشيبانية تيقراوا القرآن، شيبانية، ونلقاو دربكم واحد العدد ديال العائلات الشيبانية تيقراوا القرآن، ها الواقع علاش ما يديروش عليه مسلسل؟ ولا هذا المسلسل ما كيجيبش فلوس؟ ما كيفرش في رمضان؟ لا هذا هو الواقع. فاهل الباطل ملي كيشوفوا اهل الحق ساكتين، الرقعه قلت لك وحده تنضربوا عليها كاملين، فان صمت فيها اهل الحق عن حقهم فسياتي اهل الباطل لينشروا باطلهم، والمدافعه كتكون على حسب شحال زدنا حنا وشحال زادوا هما. علاش وصلنا للقضيه هذه ديال الاعلام؟ علاش كنا تنتكلموا على القضيه ديال القران الكريم؟ وسولوا قال لي كيف حالك مع القران؟ قال لي الحمد لله يا والدي. قال لي اختم يعني كل جمعه، يعني كيختم القران كل سيمانه 10 الاحزاب في النهار 6 ايام، والجمعه كيدير شي شويه المراجعه وكذا الختمه ديال الاسبوع. تيش قال لي با استغفر الله يا ربي تغفر لينا خلاص. قال لي هو ترضى ان يمر عليك اسبوع دون ان تنظر فيه الى ايه؟ مثلا ملي غتقرا الحزب ديالك نهار اثنين ثلاث الاربع الخميس الجمعه السبت الاحد غتختم انت 60 حزب وغتعاود، يعني الايه مثلا ديال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غدوز عليها سيمانه، على باش غتسطح بها؟ قال لي هو ترى قال لي ويعطيك خاطرك ان تدوز ديك الايه تدوز عليها سيمانه على باش تشوفها. وجبد لي سميتو واحد، هو ذكر بالضبط العدد، قال لك وجبد لي واحد 200 دولار، قال لي هذه على قبل المصروف الى اخره. قال لك جلست معاه وبديت كنهضر معاه، قال لي شوف، قال لي انا صيفطتك للازهر قال لي باش تعلم القران. قال لي ماشي ملي تجي هنايا، قال لي تشغلني عن وردي. تبرز في دماغي. راه عام ما شافوش. لا تلاقى معاه. قال لي تبرز في دماغي. قال لي عندي ورد ديال هذا الوقت ديال الورد هذا. ماشي لعيبة واجه دابا الدري تنسالي وعاد باش نقرا. لا. تنسالي من القران. ديك الساعة جلست مع الدري. القران هو رقم واحد. قال لي غد جلس تقرا معايا تبارك الله. ما تجلس تقرا معايا سالت امك تعطيني التسع. قال لك وجلس قال لي ولا تسال كم قرانا من الاجزاء، اقرأ عليه ويقرأ عليه ويقرأ عليه ويقرأ عليه. قال لي حتى فرغنا وسالينا الى اخره. قال لي علاش جلست نعاود ليه وعاود ليه شنو طرا؟ انه لكتاب عزيز. تحط في رقم واحد ديال الاولويات. رقم واحد ديال اولوياتي واولوياتك كفرد. ورقم واحد كأولوية في الأسرة ديالنا. ملي كيولي هذا النور من خلال التلاوة كيسهل علينا من بعد أنه تفتح لنا المجال أننا نزيد في مرحلة التزكية، والتزكية تكون إنما بمنهجية التنقي كما كان يذكر الدكتور فريد الأنصاري الله يرحمه. عفوا التزكية إنما تكون بمنهجية التخلق.